السلام عليكم ورحمة الله. طلاب المرحلة الثانية، أرجو أن تكونوا جميعا بخير. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بالوحدة السادسة يونت 6، واللي بها بعض الأشياء المهمة حقيقة، بها الكثير من التمارين، يعني أغلبها أنا راح إن شاء الله راح أحلها، وبقي جزء من عدها كواجب أو نشاط لكم. فخلي نبدأ يونت 6. Tell me what it's like. عندنا قواعد بالنسبة للأشياء اللي يعني خلينا نقول هاي اليونت راح تركز على أشياء مهمة جدا بالنسبة للغة الإنجليزية. تبدي بالعبارة اللي هي what like، القاعدة مالتها هسه راح نروح نشوفها. كذلك راح ناخذ الكومباريتيف والسوبرلاتيف، يعني المقارنة والمفاضلة، يعني شنو الصفات أو الطريقة اللي نحول الصفة من صفة اعتيادية إلى صفة مقارنة أو خلينا نقول صفة مفاضلة. كذلك راح ناخذ السينم وانتنمس اللي هن المتشابهات والمتضادات، وكذلك اذا ان شاء الله راح ناخذ الدايركشن طبعا بالاضافة الى القطعة مالتها. فخلي نبدي هاي الصفحة، طبعا هي مو يعني الوحدة الساسة راح تبدي من صفحة 46 مثل ما تشوفون. فخلي نبدي هنا ما عندنا شيء بالستارتر، راح نروح مثلا هنا world travel what's it like. شوفوا طلاب هنا هاي قطعة بسيطة دي يحكي عن هذا اللاعب التنس، ما راح اخذها اني، بس راح عندي هاي الجرامر سبوت حتى اختصر الموضوع بالنسبة لكم. راح اروح للجرامر سبوت هسه، فخلي اشوفك شنو بالضبط هذا يحكي. نمبر 1 اولا يقول match the questions and answer، فعنده سؤالين وعنده 4 answers، كل اثنين راح تروح الى سؤال واحد، يعني كل 2 answers راح تروح الى question واحد من ذني. فاول question راح يقول do you like Paris. شوفوا طلاب الفكرة من هذا السؤال او هاي الصيغة، راح يستخدم بالسؤالين الكلمة like، term like خلينا نقول مصطلح. بالبداية like صارت كفعل معناها يحب، بالسؤال الثاني what's يعني what is Paris like. طلاب هنا صارت مثل اللي نسميه preposition، حرف جر، بس هي بالحقيقة معناها تشبه هنا أنا. فكلش مهم تعرف بالنسبة للجملة وين تجي like يا حب وين تجي like تشبه. القاعدة خلنا نقول يعني راح تقول أنا شلون أميزها. القاعدة طلاب يعني مو كلش يعني قاعدة يعني خلنا نقول راح تشتغل على الكل، بس هو ينطيك فد هنت، يعني خلنا نقول فد مساعدة إنه هاي جاية بشكل like أو هاي جاية بشكل يشبه. فخلي نشوف. فأولا يقول do you like Paris، هنا معناه هل تحب باريس، فراح يكون عندك 2 answers. لو راح تقول yes I do، شوف هنا دو اجى بمكان خلينا نقول حل محل اللايك، يعني نعم اني افعل هيك، لان دا يسال فعل دو يو لايك، يعني دا يسال فعل هل انت يعني عندك هذا الشيء، فعل اكشن. قلت له مثلا انت عندك 2 اوبشنز، اما يس اي دو نعم او نو اي دونت، يعني مو تجي تقول له يس اي ام. يس اي ام اذا سأل عن شيء مو عن فعل. هسه على مو راح من تمشي الامور هم شويه ربما اتطرق الفرق بين الافعال تو دو وافعال تو بي. يعني احنا عندنا بالافعال المساعده طلاب صنفين، يعني عندنا افعال تو دو، يعني الافعال الدو والداز، وتقريبا هن يشتغلن كلهن افعال تو دو، بس مثلا اكثر شيء الدو والداز والديد. وعندنا افعال to be اللي هي am is are was were الى اخره، طبعا ذني هم يشتغلن بس حسب الجملة، يعني حسب الجملة هم يشتغلن كافعال مثلا مساعدة to do يعني. بس على العموم بخلي هسه نشوف هاي، وبعدين ان شاء الله خلال الدرس هذا او خلال الفيديو هذا او اللاحق اللي جي وراء ان شاء الله راح اوضح لها هاي الفكرة. فعلى موقف عندنا اول سؤال قلنا do you like Paris، صار عندنا 2 answers. السؤال الثاني what Paris، ويعني what Paris like. it's a beautiful it's got lots of old buildings. شوف هنا it is، يعني هسه هنا السؤال كان شنو تشبه، فالجواب كان مثلا it is يعني عنها يعني عن Paris يعني. فشي يقول هنا number 2 which question
N1 means, يعني هنا أنا, tell me about Paris. هاي كلش مهمة, يعني يا هو الكويستيون اللي راح يقول لك اخبرني عن باريس, يعني نمبر 1 أو نمبر 2. طبعا هنا نمبر 2 هو اللي راح يكون, هذا راح يكون هو tell me about Paris. انا حقيقة انا اخذ الصورة للصفحة 135 اللي هي جرامر ريفرنس 6.1. خلنا نروح لها وبعدين ارجع اكملها. خلي اروح لها, هاي الصفحة طلاب شوفوها, خلي اشوفكم صفحة 135 جرامر ريفرنس اللي هي راح تكون 6.1. what like طلاب القاعدة او الفورم النموذج مالتها يقول what to be. شوف هنا أنا to be, اوكي مهم جدا, مو to do, to be يعني am is are الى اخره, subject الفاعل الشي اللي دا تحكي عنه, وبعدين تستخدم like. فمثلا قال what, شوف هنا أنا is are was were, ما استخدم الدو, الدو نستخدمها راح ينقلب المعنى مالتها. فمثلا what is, مثلا هنا أنا يعني what is or what's your teacher like, what are this partner الى اخره, والجواب مثلا هنا أنا الجواب مالتها. مثلا هنا أنا يقول not we don't use like in the answer, كلش مهمة ما نستخدم اللايك بالجواب. يقول مثلا هنا أنا, مثلا هنا أنا سأل على teacher, مثلا she is very patient, صبورة جدا. مثلا ما نقول, نقول she is patient, يعني حتى لو خلينا نقول نشيل صيغة المفاضلة اللي very, مثلا نقول she is patient is okay, بس ما نقدر نقول she like patient, ما نقدر هيك نقول. خلاص الجواب يختصر انه الفاعل اللي هي دا تسأل عنه وكذلك الصفة اللي هي خاصة به. اوكي مثلا يوز يقول وات لايك اللي هو هاي القاعدة مالتها, وات والاشياء وبعدين لايك means describe somebody or something, يعني تعني شرح او تفسير لشخص ما او لشيء ما. tell me about them يعني حدثني عنهم, I don't know anything about them, لما اكون انا ما اعرف اي شيء عنهم. يعني هاي السؤال فكرة مالته انه انت قل لي عن هذا الشيء وعن هذا الشخص. مطينا امثلة مثلا what's James like الى اخره, ذني الامثلة تقريبا هي هاي كلها بنفس يعني بنفس المسار اللي هسه حكينا به اللي هو هذا القاعدة مالته. فخلي ارجع للصفحة مالتنا اليونت 6, تقريبا هي هاي القاعدة. ذني عندنا اشياء ما راح اخذها بهاي, فهسه راح نعبر هاي الصفحة طلاب هم ما بيها اشياء لان اكثرها راح تكون listening, يعني هسه مثل ما تشوفوها مثلا هاي هنا listening, هنا listening, هنا طبعا المفروض نسمعها ونملي هذين الفراغات. اوكي ذني تقريبا همتين نسمعها حتى نختار ذني الكلمات, فراح اتجاوزها يعني بما انه هي listening فما راح كلش ادخل بيها. اوكي نجي هسه هذا اللي هو مهم جدا بالنسبة لنا بهاي اليونت, تقريبا اهم جزء بهاي اليونت اللي هي راح تكون اللي هي الادجكتيفز اللي تكون كومباريتيف اور سوبرلاتيف. طلاب بقى خل اقرا لك هذا الجرامر سبوت. نمبر 1 what are the comparative and superlative forms of the following adjective, معناها شنو ال يعني شنو الصيغة او الفوم النموذج مال الصفات اللي هي تكون اما comparative او تكون superlative. طلاب comparative معناها مقارنة وsuperlative معناها المفاضلة. هسه راح ينطينا هنا طالنا A, B, C, D الى اخره, هذني كلها صفات, صفات هذني اعتيادية, بس شلون نقدر نحول ذن الصفات الى صفات مقارنة او صفات مفاضلة. خلي نشوف بهذا المثال بابا. A small cold اللي هي هنا هسه near, يعني اعتقد معلومات كلش يعني اعتقد المعنى تعرفونه, ربما near هو قريب معناها. هذا ال A بس شوية ركز وياي هسه لان هسه ذني الصفات كلش مهم التمييز بيناتهن. B راح تكون big hot wet, C busy noisy dry, D beautiful interesting exciting.
هذني 4 نماذج راح نروح هسه هماتين كذلك 135 صفحة راح اشوفك شنو اللي بيهن ذني. خلي اكمل هسه هاي وهسه نروح صفحة 135. نمبر 2 شو يقول؟ يقول these adjectives are irregular. دي يقصد على هاي اللي هي far good و bad. We are العفو what are the comparative and superlative forms. الذني دي يقصد هسه هذا عفوها مثلا بس استخدم as something as. هسه هاي عفوها خلينا نروح او نرجع لصفحة 135 نروح نشوف القاعدة شلون نحول الصفات الى صيغ كومباريتيف او سوبرلاتيف. خلينا نروح لصفحة 135. هسه اللي هي راح تكون عندنا 6.2. شوفوا طلاب يقول 6.2 comparative and superlative adjective الفورم. Look at the chart. بالحقيقة حتى بسط لكم اياها باللغة الانجليزية عندنا الصفات الادجكتيف تنقسم الى 4 اقسام. الجزء الاول راح يكون short adjective ماخذها مثلا هسه هذني طلاب هذا خلينا نقول هذا الحقل او هذا العمود هذا كله دي يحكي على الادجكتيف هذا العمود دي يحكي على الكومباريتيف التفضيل المقارنة هذا سوبرلاتيف التفضيل او التمييز. شوف مثلا اجينا على cheap small big اسمع النطق مالتها cheap يعني السيلبس واحد شنو السيلبس معناها خلينا نقول مو خلي بسط لكم اياها لما نقول سيلبس معناها ما بيها اصوات او مقاطع هواية cheap small big يعني حتى لا تنتبه على حركة الفم واللسان تكون على نسق واحد مو حركة يعني صاعدة نازل حركة باللسان او فشيج او متعبة للفم فبيها صوت واحد مثلا احنا نقول صوت ثابت واحد او صوت فاول واحد وهكذا فنسميها short adjective. القاعدة مالتها يا طلاب بالنسبة للكمباراتيف انت بس ضيف ER يعني مثلا cheap cheaper اعتقد هي هاي مرة عليكم كثيرا خلال المراحل الدراسية السابقة بس لا بأس للتذكير هنا أنا. السمول سمولر لما تريد تفاي بالنسبة للمقارنة لما تريد تعطيها صفة تمييزية يعني تقول هذا مثلا cheap رخيص cheaper خلينا نقول الأرخص من لما نقول cheapest معناها الأرخص اعطيتها صفة يعني تفضيل لها مو مقارنة. نجي مثلا الادجكتيف اللي تنتهي بواي هاي همات القاعدة مالتها كلش بسيطة هم مثلا عندنا هاي الكلمات اللي هي funny early وهافي كلش بسيط نفس القاعدة مالت الفوق ما عدا انه الواي تحوله الى اي وينتهي الموضوع يعني تحول الواي الى اي وتضيف اي ار وهنا نضيف اي اس تي ويشتغل الموضوع كالمثال او كالقاعدة السابقة. هنا شوي رات انتبه طلاب الادجكتيف with two syllables syllables or more خل اشوفك شنو اللي معنى هسه اللي حكيتها يعني syllables مثلا شوف هاي الصفة careful انطقها ويا نفسك وشوف انت شلون حركة اللسان راح تاخذ اكثر من مكان يعني careful شوف هاي cheap شوف هناك cheap اللسان بقى ثابت بمكانه ما تغير small تقريبا هماتين بس من تقول careful شوف الكلمة boring expensive 3 syllables interesting تقريبا 3 و4 هذني طلاب يعني عمليا يمكن اني هم يوم من الايام قلت لكم الانجليز القواعد مالتهم على السهولة يعني مرات كلمة يشوفها مثلا شوف الأحرف silent مثلا design ليش الجي مثلا لو تباوع عليها بها جي silent ما يلفظ طلاب لأن هي صعبة اللفظ يعني إذا تريد تلفظها ويا جي يعني ولو هي ماكو إيش كلمة مثلا راح تصير ديسكن شوف إيش قد صعبة يعني زين resign معناها يستقيل هم بها جي silent مثلا تريد تلفظها تصير resignan يعني
فد كلمة مزعجة، فهو شيء يقول لك خلاص خليها الأصوات سايلنت، يعني بدون نطق حتى يبسطها. كذلك هنا هسه انت لو تريد تشوف كيرفول وتريد يضيف لها اي ار مثلا، خلينا نقول يمشي على هالقاعدة، شوف ايش راح يصير. كيرفورر كلش مزعجة يعني، او هاي مثلا بورنج بورنجر، يعني فد مزعج الكلمة كلش يصير. فقال لك احنا هذني اللي بيها تو اور مور سيلبس شو نسوي؟ نخلي نستخدم كلمتين اللي هي مور وموست. مور لما تريد تقارنها مثلا تقول هذا كيرفول، هذا حذر، هذا اكثر حذرا، خلينا نقول يعني مور كيرفول مثلا، هذا احذر واحد من عندهم، ذا موست كيرفول، يعني من هالكلام. اوكي، فالقاعده مالته بالنسبه للكومباريتيف ضيف مور، بالنسبه للسوبرلاتيف ضيف موست. الجزء الاخير طلاب اللي هو راح يكون ازعج شيء بالنسبه لنا هنا على الاقل، اللي هو الريجولر ادجكتيف، يعني الادجكتيف اللي هي ما ماخذ النسق العام، يعني الشاذ خلينا نقول اللي هم هنا ماخذين. اني ما راح اجيب لك اكثر من ذني الثلاثه، يعني على الاقل احفظهم ذني الريجولر وخلص حتى ما اعقد السالفه عليك. فعندنا هم الثلاثه اللي هم فار وجود وبعد. الفار بالنسبة يعني فار بعيد طلاب، معناها بعيد. الكومباريتيف مالتها راح تكون فارثر، يعني أبعد. السوبرلاتيف فارثست، الأبعد. جود تعرفوها جيد، بتر أحسن، البست الأفضل. باد سيء، وورس يعني أسوأ، خلينا نقول وورست، هاي بس الإنشال الإيد حط مكانتي، worst معناها الأسوأ على الإطلاق يعني. أوكي، فذن بهالشكل هذا راح إحنا نحول الصفات إلى صيغة مقارنة أو صيغة مفاضلة. القاعدة هنا مثلا بعض الأشياء، مثلا خلينا نقول نروح على ثانيا، يقول than is often used after a comparative adjective، مثلا I am younger than Barbara. فدائما يقول احنا لما بالمقارن عادة نستخدم، شوف دي يقول بالكومبارتيف ادجكتيف عادة نستخدم ذان. مثلا هنا أنا مرات اذا اريد نضيف اشياء اكثر، يعني شوف هنا أنا انتليجنت، انتليجنت اللي هي صفة بس مور سيلبل، شو استخدم مور. هنا يونغ يعني شورت، شورت ادجكتيف، استخدم شنو؟ استخدم يانجر القاعدة الاولى. ماتش كام can come before the comparative to give emphasis. يقول بعض الأحيان نستخدم الماتش قبل صفة المقارنة للتركيز أو للتأكيد. يقول she much nicer than her sister، يعني مثلا احنا نقدر نكتفي نقول she is nicer than her sister والقاعدة كل صحيحة، بس لما تركز أو تأكد يعني راح تستخدم هاي الكلمة اللي هي ماتش. اوكي، الجزء الاخير هنا بهاي القاعدة الثالثة راح يقول the is used before superlative adjective. the مهم جدا ان انت تستخدمها قبل السوبرلاتيف، يعني عادة هذا الجزء استخدم ويا the، لان انت ما تقارن، انت تنطي افضلية له، فانطي the الاق. مثلا حتى بالعربي شو نقول؟ نقول الأقوى، الأبعد، الأكبر، الأطول، الأقصر، من هالكلام يعني. فراح يقول he is the funniest، شوف هنا أنا هاي هنا أنا الفانيست اللي هي بالواي، funniest boy in the class وnot tallest إلى آخره. خلينا نشوف إذا عندنا هنا مثلا هنا الاستخدام مالتين، أعتقد هي بسيطة جدا، بس أني حقيقة بس راح أروح على الجزء الرابع اللي هو هاي بالنسبة لي مهم. يقول او العفو الجزء الثالث اللي هي as مثلا number 3 as نقاط as show that something is the same or equal. هنا يعني لما اشتغلنا هنا قلنا التمييز يعني مفاضلة والمقارنة، هنا لا اريد نعطي شيء مشابه. مثلا اذا تريد تقول هذا يشبه هذا، يعني مو اطول، مو الاقصر، مو الاجمل او احسن، تريد تقول هو مشابه بالتفاصيل. فمثلا هنا تستخدم مثلا شو يقول، يعني طبعا بيناتهم الصفة ترجع لها، شوف هنا مثلا تول ما استخدم الصفة
مقارنة أو مبالغة، يعني رأسا رجعها للصفة الأصلية. فش يقول؟ يقول James as tall as Peter، يعني خلينا نقول يشبه طول بي يش يشابه بالطول، هيك معناه يشابه بالطول هو البيتر. مثلا I am as ورد، هنا أنا أشوف ورد عادية يعني صفة عادية ما أضاف لها أي شيء. as ورد as you are، يعني أني مثل القلق اللي أنت بيه you are، وهكذا. فتقريبا هي هاي أهم شيء بالنسبة لي. فخلي أرجع للتمرين، عندنا هو بيها تمرين، خلي أرجع للتمرين. قلنا هاي الصفحة خلي نتركها ما لنا علاقة، هاي هسه احنا حكينا هنا أنا. فأكو بيها تمرين طلاب، مثلا هسه ذني listening ما راح أخذهم، أوكي. وهنا أنا يعني دا يريد يقول لك إذا تقدر تحدد ذني الصور وين، مثلا باريس، أعتقد يعني بسيطة جدا. مثلا عندنا هاي اسطنبول، هاي راح تكون باريس، بيجين هاي اللي هي بكين، وبرازيليا هي هاي، اوكي. فخلي اروح للتمرين اللي اني خلي اشوفه يا صفحة. خلص هذا التمرين اللي هو تشيك ات، خلي نشوف اللي هو موجود بالكونفرجن. عندنا صفحة 49، فهذا طبعا عندنا هاي التمرين. هذا ما راح احله لان هذا هم لسنينج. هذا التمرين اني هسه راح احله، خلي اشوف يعني اذا عندنا تمارين اخرى. فخلي ابدي. يقول check it correct these sentences، هسه عندنا 10 جمل لازم نصححها، كلها غلط، كلها بها ملاحظات قواعدية احنا لا نصححها. فخلي نشوف اول جملة شو يقول. number one he is more older than he looks. شوف هسه انت اول ما تروح، روح دور على الصفة بهذا التمرين، روح شوف انت الصفة، لان هسه خلينا نقول احنا الفكرة كلها تدور حول الصفات وصيغ المبالغة والمقارنة. هسه من الصفة اللي هنا أنا هو older، تمام. طبعا انا هسه هم راح اتوقف في هالتمرين، اروح وارجع للصفحة 135 القاعدة حتى بس اكد لك الموضوع، وان شاء الله الامور اوكي. الاولدر مثلا هنا ايش قايل؟ هي مور اولدر ذان هي لوكس. شوف ايش استخدم قبل الاولدر مور. خلي اروح سريعا، خلي اروح سريعا للصفحه 135. شوف ايش قايل هنا أنا. شو وقت المور تستخدم؟ لما انت عندك شنو اكثر من سيلبس، بينما هنا أنا هو شنو؟ خلي اروح لها هنا أنا. اولدر عندك ال old هي الصفة، زين old هي سيلبس واحد ما تحتاج، يعني هو هم نطيها صفة مقارنة، فالمور راح تكون هنا أنا إضافية بالنسبة لنا، فراح تكون الصحيح هي she more، فراح تكون he is older than he looks. فال correct sense إنه تمسح المور، أوكي. زين هسه هنا عندنا ثانيا جيسيكا از از تول ذان هير ماذر. هسه هاي هماتين، اولا هسه وين الصفة؟ عندنا تول از، هنا الاز هم هالمرة هسه سريعا هم راح اروح للقاعدة مالتنا. شوف هنا شو يقول؟ يقول از تستخدم الصفة وراها از، ما تستخدم ذان. فخلي ارجع، اوكي هاي، فراح نقول جيسيكا as tall as her mother، يعني مشابهة لطول أمها، هيك المعنى. فراح تكون الذان تنمسح، راح تنحط بمكانها as. حلو. number three what does Hong Kong like. هسه شوف هنا أنا اللي هي سيء does. هسه هنا ايش دي يسأل؟ دي يمشي على قاعدة what ال verb to be السبجكت. لا خلي اروح لكم على القاعدة مالتها، سوري خلنا اعبر بعض الصفحة، تمام. يقول what to be subject like to be، خلي ارجع لكم على هاي، سوري انا لين شوية دا اروح وارجع، فربما يصير انا على مود حتى بس اكد لكم القواعد يعني. فش يقول؟ يقول what does، هنا أنا does هو مو verb to be طلاب، هو verb to do، فأنت لازم تشيلها، أنت تصير على فاعل مفرد هونغ كونغ، فتقول what is Hong Kong like، راح تكون it's really exciting، فراح تشيل does تحط مكانها is. أوكي. number four
يقول train in India are more crowded that in Europe. خلاص هسه هنا عندنا that هي خطأ، راح نكون than in Europe، لأن than تيجي بعد الصفة crowded معناها مزدحم. اوكي نمبر 5، الأزهر University in Cairo is oldest university in the world. القاعدة شو تقول؟ تقول دائما احنا نستخدم the قبل صيغة المفاضلة، فشو نقول؟ نقول Cairo is the oldest university in the world. اوكي نمبر 6، he isn't as intelligent than his sister. نان ايش راح يصير؟ as intelligent as his sister، فالذان تنشال راح يصير مشابهة as intelligent as his sister. Number 7، this is more hard than I expected. هنا الهارد صفة، الصفة يعني ما بيها two syllables حتى استخدم more، فتقدر بشيل المور شو تقول this is harder than I expected، بس تريد خلينا نقول تحطها سوي صيغة مقارنة. Number 8، who is the most rich man، the most rich man in the world. هنا الريتش ماكو داعي هي تستخدم الموست قبلها، لان هي سيلبس واحد، فتش تقول تقول who is the richest، يعني شيل الموست حط est man in the world. عندنا اخر شيء 9، 10، فنمبر 9 راح تكون everything is more cheap. كذلك هنا cheap ما لها داعي، فتقدر تقول everything is cheaper in my country، او ربما اذا تعطيها يعني اذا تعطيها صيغه مقارنه، بس اذا تعطيها يعني صيغه المبالغه اوكي او المفاضله، واللي اعتقد هو هنا يريد يخليها، فتقدر تقول everything is the cheapest in my country. تين اعتقد صحيحه. اخيرا 10، Rome was hotter than I expected. هسه هنا ايش راح يصير؟ راح يصير Rome was، العفو انا لفظتها صحيح بس هي خطأ، يعني المفروض هي الصحيحة راح تكون Rome was hotter than، شيل الذات راح تكون than I expected. اوكي وان شاء الله خلال هاليومين 3 راح انزلكم الدرس الاخر unit 6، وشكرا جزيلا.